يقول لاحظت بعض الفتيات يقمن بأعمال مخلة بالأداب ويخرجن مع الشباب ليلا ويذهبون معهم إلى منازلهم، وقمت بكتابة رسائل لهن ولأولياء أمورهن لإبلاغهم بما يفعلن من منكر، فما حكم كتابتي لهذه الرسائل إذا كانت هدفها إنكار المنكر؟ نعم، هذا واجب، وهذا إنكار المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا من الإنكار باللسان والكتابة. ولكن إن كان هذا الواقع في هذه البلاد فالواجب أن ترفع بشأنهم إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يتابعوا هذه الأمور ويأخذوا على أيدي من يقع فيها. أما إن كان خارج هذه البلاد في بلاد أخرى فيكفي منك أنك تخبر أولياء هؤلاء الفتيات. نعم.